مساء الخير ويعطيكم العافية. إذا كان في عندك حم فوق درجة حرارة 38، إذا في عندك أوجاع حلق، صعوبة في التنفس، رشح أو أي عوارض شبيهة بالإنفلونزا، تستحوش اتصلوا على الرقم 101 على نجمة داود الحمراء، توجهوا لإجراء فحوصات في المراكز المخصصة لأخذ العينات في بلداتنا العربية. يعطيكم العافية. وأنا بعيد وبكرر وبرجع بقول شو المثنى أخ مسماخ عنا في العناية المركز للأطفال. إخوان، صار الوقت إنه ما نخجل. عم بشوف كثير في الوسط العربي انه اذا جارنا عنده كورونا او فلان عنده كورونا زي عملي او صار مصيبة كبيرة. هذا هو الوقت انه احنا نتوجه للمراكز المتخصصة لاخذ العينات. اليوم موجود كذا مركز في الوسط العربي. بطلب من جميع الجمهور اللي عنده عوارض شبيهة بالانفلونزا مثل اللي ذكرت، يتوجه لاخذ واعطاء العينات اللازمة للكشف المبكر عن مرض الكورونا. بتأمل نمرق الفترة على خير ويعطيكم الف عافية وشكرا لكم.